معلومة سريعة عن الريكفري سبيد اللي موجودة في جهاز المنتيكور واللي موجودة في سلسلة الإيكونوكس. فراح تشوف هذا الأيقونة وهذا الرقم، والأرقام في أرقام عالية وأرقام منخفضة. شنو الفرق بيناتها؟ عندك الريكفري سبيد كل ما كان منخفض كل ما الجهاز راح ينطيك عمق أفضل، ولكن راح ينطيك تمييز بشكل أقل لو كثرة الأهداف. يعني لو فيه خلينا نقول عملة معدنية وفي جانبها حديد بالمسافة بيناتهم قريبة، فما راح تسهل عليه تمييز بالفرق بين العملة والمعدن الغير مرغوب فيه. وكل ما رفعنا الريكفري سبيد اللي هو الريكفري سبيد خلينا نقول شبه عن انه الإشارة تجي أسرع وتتحلل بشكل أسرع، ف راح ينطيك على هذه نغمة وعلى المعدن الثاني اللي جنبه نغمة. والناس اللي تستخدمه راح تشوف الريكفري سبيد العالي الصوت أفضل. طبعا حاليا الجهاز مو مضبوط والهاي، فما راح ينطينا نتيجة سريعة، ولكن اللي هي الصوت اللي تسمعه، النتيجة الصوت اللي تسمعه، السرعة بيناته. لما تقلل الريكفري سبيد راح تصير الإشارة أبطأ. بهالحالة راح تنقسمون إلى قسمين، ناس تريد ترفع وقول لك أنا أريد أميز، وناس يقول لك لا العمق. أنت تضبط الإعدادات على حسب احتياجك، ما أقدر أنا أقول لك أنت ترفعها أو تقللها أو تخليها على الرقم الفلاني. أنت كل منطقة واحتياجك. إذا أنت دخلت منطقة فيها أوساخ كثيرة راح تضطر ترفع حتى تعزل بشكل أفضل. إذا أنت لا والله المنطقة اللي داخل فيها تعرف نظيفة، فتقلل الـ 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 الـ